لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله أخواتنا الكريمات، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. هنكمل كلام عن الجنة يا جماعة، هنكمل كلام عن التخطيط لمستقبلنا، لأعظم حاجة في مستقبلنا كلها وهي دخول الجنة، إن احنا نبقى من أهل الجنة يا إخواننا. أنا عايز أقول لكم سؤال في بداية الحلقة، يعني لما بندخل الجنة بإذن الله رب ربنا يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، قولي أمين، اللهم أمين. فالجنة بيجي لك فيها الفاكهة، دي اسمها إيدي تفاح ودي اسمها إيدي مانجا. طب ليه ربنا خلى أسماء الفواكه في الجنة هي نفس أسماء الفواكه في الدنيا؟ رغم يعني إن مفيش وجه مقارنة يعني، ليه ربنا خلى أسماء الفواكه في الجنة برضه بلح ورمان وعنب وتفاح؟ ليه أسماء الفواكه في الجنة هي نفس أسماء الفواكه في الدنيا؟ عارف ليه؟ عشان لما أنت تيجي في الجنة تقول لهم أنا كنت بحب التفاح أوي هاتوا لي تفاح، فيجي يقول لك التفاح تبص لمنظره كده إيه ده؟ ده التفاح، مش ممكن، ده مفيش وجه مقارنة ما بين شكله وما بين شكل التفاح في الدنيا، يقول لك هو ده تفاح الجنة، فتيجي تقطم أول قطمة مش ممكن، يقول لك الثمرة في الجنة تتفتق عن 100 طعم، يعني قبل ما تخلص التفاح هيبقى فيه من طعم بقك أو الكريزاية أو العنباية، فتقطم طعم رهيب، فتقول ده مفيش وجه مقارنة بينه وبين، مفيش أي وجه شبه بينه وبين التفاح اللي في الدنيا، هي دي قول الله وأوتوا به متشابها، يعني هو شبه بعضه في الأسماء بس، إنما في الطعم وفي الشكل لا يوجد أي وجه مقارنة. تيجي تقطم قطمة تانية من التفاح تلاقي طعم غير الطعم بتاع القطمة اللي قبلها، تيجي تخلصها تقول طب عايز كمان، يجيبوا لك واحدة تانية نفس الشكل ولكن طعم مختلف. يعني عايز أقول إيه يا جماعة؟ عايز أقول إن أسماء الجنة هي نفس أسماء الدنيا، عشان لما الناس تشوف نعيم الجنة تتحسر على العمر اللي ضيعته عشان تجيب نعيم الدنيا، عشان الناس تعرف هي قضت عمرها كله وهي بتدور على نعيم الدنيا، قصور الدنيا، بيوت الدنيا، وهي بتدور على وسائل المواصلات في الدنيا، وهي بتدور على فواكه الدنيا، وهي بتدور على جناين الدنيا، نفس الاسماء في الجنة عشان الناس تقول يا ده هو ده النعيم اللي بجد. يا ندمنا على كل لحظة ضيعناها في الدنيا، يا ندمنا على كل وقت انشغلنا فيه بأي حاجة عن الجنة. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة، الدنيا في الجنة، إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فليضرب بما يرجع. حطيت صبعك في المحيط الأطلنطي هترجع منين؟ يعني تخيل كده معايا، حطيت صبعك في المحيط الأطلنطي أو حطيت صبعك في المحيط الهادي هترجع منين؟ فليضرب بما يرجع. ده الفارق ما بين الدنيا والجنة يا جماعة، الفارق ما بين طعم الفاكهة في الدنيا وطعم فجأة في الجنة، الفارق ما بين النعيم والفخفخة اللي في قصور الجنة واللي كان في قصور الدنيا، الفارق ما بين جمال زوجتك أو جمال زوجك في الجنة وفي الدنيا، إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولا شيء إن صبعك يدخل في المحيط الأطلنطي ويرجع، ولا شيء، يبقى الدنيا في الجنة ولا شيء يا جماعة، ولا شيء. عشان كده احنا عايزين نتكلم بقى عن النعيم المادي في الجنة، عايزين نتكلم بقى عن الدار اللي ربنا أعدها لسكن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، عايزين نتكلم عن الدار اللي ربنا أعدها لسكن أكثر من أحبه الله سبحانه وتعالى وأكثر من ضحوا من أجل الله. مش نفسك في اليخت بتاع الولي العهد الفلاني اللي من أغلى 10 يخوت في العالم، مش نفسك في القصر بتاع الأميرة الفلانة اللي من أفخم أصول العالم، أنت قدامك فرصة أنك تفوز بالنعيم ده، أنت قدامك فرصة أنك تفوز بالنعيم ده. هنتكلم عن الدار اللي ربنا بناها بإيديه يا جماعة، لما مهندس عبقري شوية بنى قصر بقى إنتاج محل الهند بقى من عجائب الدنيا السبع، أمال لما ربنا يبني قصر، أمال لما ربنا سبحانه وتعالى ده تصميم مهندس اللي خلقه ربنا، أمال لما ربنا سبحانه وتعالى اللي يضع هذا التصميم، أمال لما ربنا سبحانه وتعالى اللي يكمل هذا الأمر، يبقى الجمال بتاع قصور الجنة شكله إيه؟ تخيلوا نتكلم عن الدار اللي الكريم بكل كرمه بناها عشان يكرم بها احبابه، اللي القدير تجلي لقدرة الله، الجنة دي تجلي لقدرة الله وتجلي لكرم الله سبحانه وتعالى. يعني انا عايزك تتخيل معايا كده، يقول لك مثلا رجل الاعمال الفلاني اتجوز الاميرة فلانة الفلانية، اميرة، واحد يتجوز اميرة، انا عايزك تتخيل يعني ايه زوجتك في الجنة؟ الفرق ما بين واحدة مثلا في منطقة فقيرة في قرية بعد قرية بعد قرية فقيرة جدا، يعني
بتغسل بإيدها في الطشت وبت يعني ما بين واحدة ما شربتش غير من أنهار الجنة، ما بين واحدة بتاكل من ثمار الجنة، ما بين واحدة عايشة في قصور الجنة أميرة ولكن من أميرات الجنة. فتخيل كده الفرق ما بين دي وما بين دي. يعني عايزين نقول يا جماعة، عايزين نقول إن الجنة مش ببلاش، إن الجنة تستاهل حياتنا. تخيلي لو كل الحمد لله 100 مرة، لو قلت الحمد لله 100 مرة تاخدي يعني تاخدي كارت مفتوح لدخول النادي اللي انت بتحبيه 20 سنة بدون ما تدفع اي حاجة. تخيل لو سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة تاخد بيها عربية احدث موديل نزل من بي ام في العالم كله. تخيلي كده لو ركعتين في جوف الليل او في التلت الاخير من الليل تاخدي بيهم اغنى واجمل زوج في الدنيا كلها. تخيلوا كده يا جماعة، لو كان العبادة بناخد بيها دنيا حقير فانية لا تساوي عند الله جناح بعوضة، احنا بناخد بالعبادة دي الجنة يا اخوانا. عايزين نعرف ايه الجنة، لان اللي عرفوا الجنة ضحوا بحياتهم عشانها. لما ابو الدحداح عارف يعني ايه الجنة، ابو الدحداح رضي الله عنه واحد يتيم محتاج نخلة، فالنخلة ديت في بيت في ارض واحد من الناس، فاليتيم طلبها من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عرض على هذا الرجل اللي يعطى اليتيم مرضاش، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال منزل الجنة في مزاد علني. يعني قلنا بالتعبير كده نزل نخلة في الجنة في مزاد علني. النبي عليه الصلاة والسلام قال من يعطيه هذه النخلة أو أعطيه هذه النخلة ولك بها مثلها في الجنة، ولك بها نخلة في الجنة. الراجل برضو مرضاش يا اخوانا. أبو الدحداح أول ما سمع الكلمة دي نخلة في الجنة، يعني انا لو فزت بنخله في الجنه انا ضمنت ان ادخل الجنه، ضمنت ان انا ابقى من اهل الجنه. اي حاجه الجنه عندهم كانت اعظم حلم في حياتهم. ابو الدحداح كان عنده جنينه فيها 600 نخله، راح لصاحب الارض قال له تاخد الجنينه بتاعتي اللي فيها 600 نخله وتديني النخله بتاعتك. الراجل دهش قال له موافق طبعا. ابو الدحداح اداله 600 نخله وخد النخله، امتلك النخله واداها لليتيم وخد من النبي عليه الصلاه والسلام عهد ان له بها نخله في الجنه. كان ممكن اي واحد فينا يفكر طب ابو الدحداح يا جماعة كان لو اداله 50 نخلة كان الراجل طار من الفرح، لو اداله 20 نخلة كان الراجل يعني يا هنا يا هناك. ابو الدحداح اداله 600 نخلة ليه؟ عارفين ليه؟ لان الجنة بالنسبة لهم كانت الحلم الوحيد. بعد ما فاز بالجنة ما عادش عايز اي حاجة من الدنيا، هو ما هوش عايز الدنيا غير عشان الجنة. النهاردة وانا بقرأ في سورة العنكبوت وقفني آية غريبة قوي، يعني أول مرة أخذ بالي منها، وربنا بيقول وهبنا له إسحاق ويعقوب، وهبنا له إسحاق ويعقوب، بعدها على طول ربنا بيقول وآتيناه أجره في الدنيا، وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، بعد كده ربنا قال وآتيناه أجره في الدنيا، قلت إيه ده؟ هو أنا ولادي مش تبع الدنيا؟ ربنا فصل الذرية عن أجر الدنيا، يعني لو قلت لك ربنا يكرمك في الدنيا هتتخيل إيه؟ هيدي لك أولاد والأولاد هيطلعوا كويسين، وهيدي لك فلوس، وهيدي لك صحة، وهيدي لك انما ربنا قال انا اديته الدنيا بعد ما قال انا اديته اسحاق ويعقوب. قلت ايه ده؟ يعني الذريه دي مش دنيا؟ يعني الذريه دي اخره؟ يعني انا المفروض اولادي انا مش بربيهم عشان استمتع بيهم في الدنيا، انا بربيهم عشان ربنا. اولادي دول مش تبع الدنيا اللي ربنا اداها، الدنيا دي حاجه تانية. ان ربنا يسعدني في الدنيا، ان ربنا يرزقني في الدنيا، ان ربنا يعافيني في الدنيا، ان ربنا. انما الذريه دي حاجه عشان ربنا سبحانه وتعالى. يعني عايزين نفهم يا اخوانا احنا اللي طالب الجنه ده بيضحي ايه؟ الحلم الوحيد، الحلم الوحيد كان لابو الدحداح هو اللي يبقى من اهل الجنه، انه يدخل الجنه، انه يفوز بالجنه. عشان كده لما امرأة فرعون طبحت في الجنة عملت ايه؟ لم ضحت بسيدة القصر الأولى، ضحت باللقب، الخادمات بتوعها وهم اللي بيعذبوها، وثبتت حتى النهاية وقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. عشان الجنة ضحوا قد ايه؟ عشان الجنة عملوا ايه؟ عشان الجنة تابوا قد ايه؟ عايزين نبدا ندخل الجنه بقى مع بعض يا جماعه. بعد الحلقات اللي فاتت دي واحنا بنتكلم عن الجنه وبنتكلم عن بعض ملامح عامه في الجنه، تعالوا بقى ندخل الجنه ونشوف النعيم المادي اللي في الجنه مع بعض كده. تعالوا ندخل المكان المهول ده، تعالوا ندخل المكان الجميل ده. خدوا بالكم ان دخول الجنه على ثلاث مراحل. الاول بيدخل كبار الزوار، يعني انتوا متخيلين يعني ده مش بس دخول الجنه، ده الجنه دي جواها جنات، ده الجنه دي مفتحه لهم الابواب. وانت شفت مثلا واحد مستشار كبير قوي او لواء كبير قوي، كل ما يدخل نادي، كل ما يدخل مكان تعظيم سلام، يدخل بيته الغفير بتاع البيت تعظيم سلام، ينزل في الشارع تعظيم سلام.
ليه؟ لأنه هو محترم في كل مكان. هو بالظبط كده، الجنة مفتحة لهم الأبواب. أول ناس بتدخل الجنة كبار الزوار. شفتوا استقبال كبار الزوار في المطارات أو الملوك في المطارات؟ شفتوا استقبال العريس لما بينزل بالعربية وهو داخل الفندق اللي فيه الفرح بتاعه، لما كله يبدأ بقى الدنيا بتتقلب أول ما العريس بينزل من العربية بتاعته؟ استقبالك في كل مكان في الجنة هيبقى كده. استقبالك في كل مكان في الجنة هيبقى كده. الأول كبار الزوار، وبعد ما بيدخلوا 70,000 متناسكون بيبدأ يدخل عموم أهل الجنة، فبتبقى الجنة غطيط من الزحام. أبواب الجنة بيبقى كله بيجري بقى عايز يدخل، وبعد كده أبواب الجنة بتفضل. ليه؟ لأن خلاص المرحلة الثالثة الناس اللي وقعت في النار من على الصراط بس هم من أهل الجنة، أو اللي عدوا من على الصراط ولكن في القنطرة حرموا حقوق للناس فرجعوا النار تاني، وبعد كده الناس دي عم بتخرج بيكون الجنة خلاص كل واحد خد مكانه، فبيروحوا لقوا أبواب الجنة فاضية، فيظنوا إن الجنة خلاص خلصت، الناس اللي سبقوهم خدوا كل حاجة وهم مش عارفين إن ليهم أماكنهم في الجنة. يعني عايزين نتخيل كده أول ما ندخل منظر الحضارة ده من قبل ما تدخلي، النعيم المادي ربنا بيمتعك بالجنة من قبل ما تدخلي. يا اخوانا الجنة ريحها توجد من 70 عام. الجنة يعني ايه 70 عام؟ يعني اجمل جنينة في الدنيا، ريحة الفواكه اللي فيها بتبقى من على بعد اقوى برفان في الدنيا. يعني ممكن واحد واقف بعيد عنك 30 متر مثلا تشم البرفان بتاعه، لو اقوى برفان في الحياة كلها. تخيلي برفانات الجنة، الجدران بتاعت الجنة بتبخ مسك، تخيلي ارض الجنة بتبخ مسك، تخيلي كده برفانات وعطور الجنة من على بعد 70 سنة بره الجنة. الواحد وهو بيتنعم بريحة الحضارة بتاعت الجنة، بريحة الجنات اللي جوه الجنة، ونبدأ نستمتع بنعيم من نعيم الجنة. من ضمن النعيم المادي في الجنة نعيم الألوان. يعني ايه نعيم الألوان؟ يعني الألوان في الدنيا 7 ألوان. تخيلوا ألوان الجنة قد ايه؟ أنا عايزك تتخيلي دخلت مكان كل ورقة شجر فيه لون. تخيلي كده شجرة الساق بتاعتها ذهب، ذهب الجنة لونه ايه؟ الله أعلم. والفروع بتاعتها وهي بتعزف الألحان بتاعتها بقى بتاعت الفروع بتتبلى مع رسمات الجنة، الفروع بتاعتها كل ورقة فيها لون. وطيور الجنة، علماء الطيور لما علماء الأحياء لما اكتشفوا الطيور بتاعه الغابات الاستوائيه اللي الوانها جميله سموها طيور الجنه، في الدنيا سموها طيور الجنه. تخيلي انت بقى طيور الجنه اللي حلوه حقيقي شكلها ايه، والشجره دي بالالوان الرهيبه ديت على ضفاف نهر. النهر ده نهر اللبن بيجري في ارض خضراء، خضار الجنه ده لونه ايه؟ ونهر اللبن عامل زي اللمبه النيون كده وسط الخضار ده، والوان ابيض غير ابيض. العلماء قال لك ان كل لون ممكن بيبقى فيه الاف درجات اصلا، والقدام بتاعه النهر ده لؤلؤ. متخيلين المنظر هيبقى شكلها ايه؟ ارض الجنه ده هي نفسها لما الياقوت الاحمر والزبرجد الاخضر والارض، انتوا متخيلين المنظر في نهايته والخلفيه مع الالوان بتاعه الجنه بيبقى شكلها ايه؟ منظر عظيم قوي يا جماعه ان احنا نتخيل الالوان بتاعه الجنه. تعالوا نشوف بعض ملامح ثانيه من النعيم المادي في الجنه، غير نعيم الالوان، غير نعيم اللون بتاع كل حاجه في الجنه والريحه بتاعت كل حاجه في الجنه وحضاره الجنه. المساكن بتاعه الجنه، يعني ايه المساكن؟ يعني في الدنيا يقول لك في الجريدة في حجز للحي الفلاني اللي كله فلان والبرسبخيت الحجز فده يعني حاجة الناس بتبدأ تحجز. بس خدوا بالك في الدنيا فيلا في المعادي غير فيلا في أرض الجولف غير فيلا في الزمالك، وخدوا بالكوا إن بحري غير إملي، وخدوا بالكوا إن المساحة بتفرق في الثمن، وخدوا بالكوا في جنينة ولا ما فيش جنينة، ده حتى الجنينة والنباتات اللي فيها بتفرق في الثمن. أنا عايز أقول لك بقى تخيلي الجنة دي بقى ثمن المساكن اللي فيها إيه؟ عايزة تسكني جنب النبي غير بعيد عن النبي عليه الصلاه والسلام، عايز القصر بتاعك يبقى على نهر الكوثر غير ان القصر بتاعك ما يبقاش على نهر الكوثر، عايز الفيلا بتاعتك تبقى في اعلى الجنه غير في اصحاب اليمين، المساحه عايزه ايه؟ كل تفصيل من التفاصيل يا جماعه. الجنينه بتاعت القصر بتاعك في الجنه، الجنينه عايزها مساحه ايه؟ عايزها النعيم اللي فيها ايه؟ عايزها الحجم بتاعها ايه؟ كل حاجه يا اخوانا بتمنها. الجنه مش ببلاش، الجنه تمنها عمرك، الجنه تمنها عمرك، الجنه تمنها فكرك وقلبك وحياتك، الجنه تمنها الاخلاص لربنا، الجنه تمنها ان ما يبقاش في قلبك غير الله سبحانه وتعالى، تمن الجنه يا اخوانا، مساكن الجنه. تعالوا كده ما نشوف انواع مساكن الجنه، يعني في الدنيا في انواع، تعالوا ما نشوف انواع المساكن في الجنه.
الوابة ذكر الجامع في حاجة اسمها القصور. القصور غير الخيام، الخيام غير الغرف، الغرف غير البيوت. دي كلها مصطلحات في القرآن والسنة، لازم ناخد بالنا ان المصطلحات دي مختلفة عن بعضها، ان في اختلاف ما بين يعني القصور. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سحابة فقال ما هذا، يعني وهو يرى الجنة، فقيل هذا قصرك في الجنة. قصري النبي بحسن سحابة عليه الصلاة والسلام، يعني قصور الفردوس الأعلى قصور معلقة، يعني قصور الفردوس الأعلى عاملة زي السحاب ماشي كده رايح وجاي في الجنة. يعني منظر عجيب اخوانا. لما قالك حضائق بابل المعلقة من عجائب الدنيا السبعة، هي لا معلقة ولا حاجة، هي لها أساسات مبنية عليها، ولكن قصور الجنة المعلقة ده في الهواء حق وحقيقي. طب ازاي الموضوع ده اتكون ازاي؟ ده من ضمن نعيم الجنة قصر السيدة خديجة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، من لؤلؤ مرصع مجوهرات، تشكيل المجوهرات كوكتيل مجوهرات هو اللي مبني منها جدران القصر بتاعها. قصر سيدنا عمر بن الخطاب قصر من ذهب. لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى قصر عمر تخيلوا الذهب 100 نوع، والذهب يعني تخيلوا القصر اللي من ذهب ده التشاكيل بتاعة الذهب بتاعته شكلها ايه، وتنوع الالوان بتاعة درجات الذهب فيه شكلها ايه. دي القصور يا جماعة. انما في حاجة تانية اسمها الغرف. الغرف زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم يصعد أهل الغرف إلى غرفين من درة بيضاء لؤلؤة بيضاء، أو ياقوتة حمراء ياقوتة حمراء، أو زبرجدة خضراء. يعني القصر، يعني أنا قاعد دلوقتي مثلا في عمارة، تخيلوا بقى العمارة دي كلها هي عبارة عن زبرجدة حمراء بس، وكل حاجة منحوتة جواها، منها غرفها وأبوابها كله منحوت جوا الزبرجدة الحمراء دي، فيها مضطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها. يعني تخيلوا المنظر المهيب المهول ده، يعني الغرف بتاعت الفردوس الأعلى على ألوان الأحجار الكريمة، كل غرفة عبارة عن حجر من الأحجار الكريمة. تخيلوا آلاف الأنواع من الأحجار الكريمة، آلاف الألوان بآلاف الأشكال، منظر مبهر. ده نوع من أنواع السكن. في نوع ثالث اللي هو البيت اللي ربنا بيبني بيت الحمد، اللي بيحمد ربنا لما بيموت، اللي ربنا بيبني بيت في الجنة، اللي يصل صف في الصلاة، اللي ربنا بيبني له بيت في الجنة، اللي يصلي ال 12 ركعة السنن الرواتب كل يوم. يبقى ده نوع مكون ثالث. في حاجة اسمها الخيام بقى. الخيام دي لؤلؤة واحدة مجوفة، والخيام يعني لأهل الجنة فيها أهلون، الرجل يطوف على أهله في هذه الخيام. يعني أنت متخيلة كده، أو أنت متخيل كده إن الخيام دي حاجة مرتبطة بالحال برية شوية، القصور دي مرتبطة بالفخفخة شوية، الغرف دي حاجة فوق أوي 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 عليين شوية، البيوت أنت متخيلين يا جماعة كل حاجة من دي حسب الثمن، حسب الموقع، حسب المساحة، حسب الجنينة بتاعتها، حسب كل حاجة، حسب القرب من النبي عليه الصلاة والسلام. قصور الجنة غير غرف الجنة يا جماعة. غرف الجنة دي حاجة تانية خالص بقى غير قصور الغرف. دي حاجة من سكان الفردوس الأعلى. شوفي وصف النبي عليه الصلاة والسلام للغرف بتاعت الجنة، شوف وصف النبي عليه الصلاة والسلام للغرف بتاعت الجنة في الحديث الصحيح صحيح ترغيب والترهيب: ثم يصعد أهل الغرف إلى غرفهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف ازاي: من درة بيضاء او ياقوتة حمراء او زبرجدة خضراء. يعني الغرفة عبارة عن حجر كريم واحد منحوت من جوه ومعمول التفاصيل بتاعته كلها من جوه. يعني ربنا خلق الاف الانواع من الاحجار الكريمة. يبقى الغرف ديت الوان متنوعه. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: فيها منها غرفها وابوابها منحوته من جوه، مضطرده فيها انهارها، انهار بتجري جوه ياقوته، انهار بتجري جوه لؤلؤه، انهار بتجري جوه زبرجده. ايه المنظر ده اخوانا؟ الالوان دي هيبقى شكلها ايه؟ الجمال هيبقى شكله ايه؟ ده حاجه تخطف القلب واحنا بنتكلم عنها. امال لما نعيش فيها ربنا يجعلنا من اهل الفردوس الاعلى. مضطرده فيها انهارها، متدليه فيها ثمارها، الثمار متدليه. يا رب الشجر بيطلع في الطين، يا رب الشجر يطلع في الزبرجد والياقوت يا رب، وفيها خدمها وأزواجها. يبقى الغرف ديت حاجة مبهرة بألوان الأحجار الكريمة، بالتنوعات الرهيبة في الأشكال والألوان، يعني حاجة يا جماعة مبهرة يا إخوانا. ده مكون من مكونات بيوت الجنة اسمه الغرف. في حاجة تالتة اسمها الخيام، دي من لؤلؤة واحدة 60 ميلا، يعني من هنا يعني من القاهرة لبنها مثلا لا أكتر من كده كمان 60 ميلا الحجم بتاعها. لك فيها أهلون يطوف المرء على أهله فيها. يعني نعيم الانس الرهيب اللي جواها، ونعيم الحياه الاجتماعيه اللي جواها، ونعيم الفرح والبهجه اللي جواها. ده دي الخيام.
غير البيوت. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اللي يموت ابنه يسترجع ويحمد ربنا له بيت الحمد، اللي يصلي 12 ركعة سنة كل يوم السنة النوافل الرواتب له بيت في الجنة، اللي يصل الصف في الصلاة له بيت في الجنة. يعني يا اخوانا الجنة فيها انواع من المساكن، فيها انواع من البيوت. الخيام ديت بتديك الحياة البرية بقى الجميلة وفتح الافاق، انما القصور بتديك الحياة الفخمة بقى وسيدات القصور، انما الغرف بتديك حياة الفخفخينة والعلو بقى اهل الفردوس الاعلى، انما البيوت بتدي انطباع تاني. كل ده البيوت عايزه ايه؟ هتدفعي كل حاجه بتمنها، قرب النبي ولا بعيد عن النبي عليه الصلاه والسلام، جنب الصديقين ولا جنب الشهداء ولا جنب الصالحين، عايزه ايه؟ عايز ايه؟ عايزه تبقي جنب فاطمه ولا جنب عائشه، كله له ثمن. عايز تبقى على نهر الكوثر او بعيد عن نهر الكوثر، كله له ثمن. كل حاجه في الجنه ليها ثمن يا اخوانا. هندفع الثمن ولا مش هندفع الثمن؟ الثمن حياتنا، الثمن روحنا، الثمن ان احنا ندي كل حاجه لربنا، لان الجنه دي كل حاجه. فلما هناخد هندي كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى يدينا كل حاجه. ده نوع من انواع النعيم اسمه المساكن. طب ايه انواع النعيم تاني؟ انا عايز اكلمكم عن نعيم النيش. نعيم الايه؟ النيش. النيش في الجنه يعني ايه؟ النيش في الجنه يعني النيش في الجهاز، ناجل الجواز نلغي الجواز. يعني انا افتكر ان انا يعني كفحت على يعني عائلتي، ربنا يعني ربنا يحفظهم، يعني عشان ما اجيبش نيش في الجواز بتاعي وانا بتجوز. النيش ده حاجه مقدسه. الاطباق شكلها ايه؟ الكوبايات شكلها ايه؟ الصيني شكله ايه؟ الاباريق شكلها ايه؟ النيش بتاع الجنه ده يا جماعه ده بيبقى منظر مبهر بقى. تخيلوا نيش الجنه ده، ربنا بيوصفه بيقول يطاف عليهم بصحاف من ذهب. الصحاف نفسها اللي فيها الاكل ذهب، واكواب. اكواب بقى تخيلي وعيشي بقلبك بقى الاكواب دي شكلها ايه؟ من ذهب برضه. طب ربنا بيوصف وصف تاني، بيقول يطاف عليهم بانيه من فضة وأكواب كانت قواريرة. الكوبايات رق الإزاز قواريرة من فضة، هي من فضة بس من بينة لجواها من بره. طب ازاي هي الفضة شفافة للدرجة دي؟ يبقى فضة الفردوس الأعلى شكلها ايه؟ يبقى ربنا يقول بأكواب وأباريق وكأس من معين. يعني ربنا بيوصف الكؤوس والأباريق والأكواب. وانت تخيلي النيش بتاع الجنة، التحف والأنتيكات والجاليري بتاع الجنة، يا ترى شكله ايه يا جماعة؟ من ضمن النعيم اللي في الجنة النعيم بتاع المواصلات، نعيم المواصلات والاتصالات. يعني ايه؟ يعني انا في الدنيا مع الموبايل هطلعها اتكلم، يعني انا عندي سياره هركبها واروح للي انا عايز اروح له. طب في الجنه بقى المواصلات شكلها ايه؟ الاتصالات شكلها ايه؟ التواصل ما بين الناس وبعضها شكلها ايه؟ من اول وسائل المواصلات في الجنه حاجه اسمها النجائب، دي اللي انت بتدخلي الجنه عليها اصلا. النجائب دي عامله زي البراق كده، حاجه وسيله مواصلات خارقه السرعه، حاجه مهوله. ده وسيله من وسط الوسائل. في وسيله ثانيه اللي هي الخيول المجنحه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في خيول لها اجنحه، بل خيول ممكن تبقى زي من الاحجار الكريمه. يعني دي وسيله مواصلات تانية، الخيول المجنحه، الخيول لها اجنحه. ده دي حاجه يعني الانسان مهما تخيل لا يتخيلها. من ضمن وسائل المواصلات في الجنه اثر ابن عمر، رايتني شاف رؤيا دخلت الجنه فحملت على شيء حاجه كده زي البساط كده، فكأينما اردت ان اذهب ذهب بي. يعني زي بساط الريح كده، يعني الجنه فيها وسيله مواصلات زي بساط الريح. يعني ممكن تكون طيارات خاصه، يعني ممكن يكون وسائل طيران خاصه لكل واحد، عنده الطياره بتاعته، عنده وسائل المواصلات الخاصه بتاعته. بقى من ضمن وسائل المواصلات في الجنه ان السرر نفسها، يعني بيروى ان الرجل وهو يجلس على سريره، يعني على العرش بتاعه او على السنده بتاعته، فيشتاق لاخيه فيتحرك سريره. يعني السرير قابل للطيران، يعني السرير بس او العرش ده قابل للحركه، قابل للطيران. يعني ايه يا جماعه التصور ده؟ بل في ناس هي نفسها لا اجنحه. سيدنا جعفر ابن ابي طالب ربنا ابدله بايديه اللي اتقطعوا في سبيل الله في غزوه مؤته جناحان يطير بهما في الجنه. يعني وسائل المواصلات في الجنة شكلها ايه؟ ازاي بنتحرك في الجنة؟ ازاي؟ يعني وسائل مبهرة، وسائل مذهلة. ده من ضمن النعيم بتاع الجنة. من ضمن النعيم بتاع الجنة يا جماعة الاكل. الايه؟ الاكل يا اخوانا. من ضمن نعيم الجنه الاكل، الاكل والشرب. يعني مش ممكن يعني من غير الاكل، يعني ده الاكل حاجه مهمه جدا عند الدنيا كلها. طيب ايه الاكل اللي في الجنه؟ اول حاجه بتاكليها اول ما بتدخل الجنه ايه؟ اول وليمه في الجنه ها زياده كبد الحوت في صحيح البخاري. صح. يعني ايه زياده كبد الحوت؟ يعني سي فود، يعني شوربه فواكه البحر بتاعت الجنه. يعني دي اول بحريات، ده اول حاجه بناكلها في الجنه بحريات. طيب ثم
هم لسه يموتوا من الجوع بقى، ده بقالهم 50,000 سنة في ارض المحشر. ثم ينحر لهم الثور الذي يأكل من اطراف الجنة. في صحيح مسلم يعني ايه مشويات، يبقى تاني اكلة مش هدس. خدي بالك طعم اللحمة اللي هيكلوها دي طعمها ايه، يعني في الدنيا المواشي والدواجن اللي بناكلها بتاخد علف فيه دم وفيه هرمونات وفيه حاجات يعني تخلي الواحد ممكن ما يقدرش انه ياكلها، فبيطلع طعم اللحمة بتاعتها كده. تخيلي بقى طعم اللحمه بتاعت الجنه، يعني ده فور اكل من انهار، شرب من انهار الجنه وكل من الجنه، تخيلوا ده طعم المشويات دي طعمها ايه بقى في النهايه. طيب وبعد كده يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني انه اذا راى الرجل، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، اذا راى الرجل الطير في الجنه يشتهي فيسقط مشويا امامه. يعني ايه يسقط مشويا امامه؟ يعني اخوانا في المطاعم الكبيره قوي كده، تدخل تلاقي حاطين لك السمك جوه الميه بيسبح اصلا جوه الميه، تحب تختار انهي سمك من ده اللي تحب تاكله، وتحب تاكله مشوي ولا مقلي؟ يعني اوبن باربيكيو، يعني اللي يعجبك وانت شايفه حي. ده بقى لو مشوي هيبقى ايه، زي بالظبط كده تدخل المطعم ده الجمبري الجامبو ده وهو كده بقى ايه، يعني في الاستيك بقى والحاجات كده اللي احنا بنشوفها كل قد ايه ديت، ربنا يرزقنا من الجنه يا جماعه. الكلام ده بقى اوبن بوفيه في الجنه بقى، هناكل زي ما احنا عايزين ناكل، يبقى ده نعيم الطعام اللي في الجنه. طب وانت قاعده تاكلي بقى، وانت قاعد تاكل كده بقى ومزاجك حلو وبتاكل ايه، مش الجمبري الجامبو اللي ب 200 جنيه ولا 300 جنيه في الدنيا، يعني تبقى ماسك الجمبريه يا خايف انها تخلص. لا الموضوع مش كده، ده انت بتاكله على راحتك، الموضوع ما هوش يعني اوبن بوفيه، كرم الله بقى في ضيافه ملك الملك سبحانه وتعالى. طيب وانت بتسمع بقى، وانت قاعده بتاكلي، عايزين نسمع حاجه جميله يا جماعه، شغلوا لنا حاجه جميله في الدنيا، شغلوا لنا حاجه حلوه كده فريحي، شغلوا لنا حاجه كده ايه تمتع اذنا واحنا قاعدين في الجو الجميل ده في الجنة. ربنا بيقول فهم في روضة يحبرون. الحبور في اللغة حفلات الاغاني، الحبور في اللغة حفلات الاغاني وحفلات المعازف، يعني في حفلات غنائية في الجنة. لا ده في الحان مستمرة في الجنة، صوت النسمات كل ما تيجي تحرك ورق الشجر ورق الجنة يتحرك يقوم عامل ايه نغمات. عارفين بعض المحلات والفنادق كده تدخل فيها تقوم الباب خبط في حاجة كده من فوق تقوم عامل لك شوية نغمات، يعني بيقول لك اهلا وسهلا. لا تخيلوا الجنة بقى يبقى شكل الحان الجنة دي شكلها ايه، غير ان في مغنيات في الجنة بس مش أصواتهم زي المغنيات العالميات في الدنيا، مغنيات الجنة دول من حور العين قاعدين يغنوا على نهر الكوثر، وانت قاعد تسمع الغناء الرهيب بتاعهم بالألحان المهولة اللي ربنا أراد أن يمتعك بيها، واللي ربنا أراد أن يمتعك بيها غير أن زوجك أو أن مراتك تغني لك في الجنة، غير الحفلات بتاعت الاغاني العامه لاهل الجنه. يعني الموضوع في الجنه يا اخوانا يعني موضوع مهيب. طب انا باكل اكل ما حصلش، تخيلوا بقى حلويات الجنه وسي فود الجنه، فواكه بحر الجنه، مشويات الجنه، طيور الجنه، قاعد قدامي وقاعد اسمع بقى ايه حاجه اصوات مهوله والحان مهوله وكلمات مهوله وحاجات كلها بتصل القلب بالله سبحانه وتعالى وبتنعم القلب ايما نعيم. طب انا لابس ايه بقى؟ ما مش معقول ان كل لابسين اللبس بتاع الدنيا ده، مش ممكن. اللبس بتاع الجنه يا جماعه تخيلي كده اللبس بتاع الجنه ده شكله ايه، يعني انا عايزك تتخيل معايا. الصحابه تخيلوا اللبس بتاع الجنه، فواحد راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله يعني هو في مثلا في ترزقيه في الجنه مثلا، يعني في الجنه في حد هيفصل لنا الهدوم، في مصممين ازياء في الجنه مثلا، يعني الجنه دي اللبس. فالنبي عليه الصلاه والسلام يعني يروى انه قال له بل تشقق عنه ثمار الجنه، بل تشقق عنه ثمار الجنه، يعني في اشجار في الجنه بتطلع الموديلات. طب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان في المحلات الفخمه قوي بتاعه الهدوم تلاقيها حاطه الموديلات في الفترين، وتلاقي في مكان مخصوص في فترينه كده مكتوب عليه وان بيس. يعني ايه وان بيس؟ يعني قطعه واحده. يعني ايه؟ يعني ما فيش في جمهوريه مصر العربيه غير الحته دي. يعني ايه؟ يعني لو لبستيها ما فيش واحده ثانيه في مصر هتبقى زيك، لو لبستها يبقى مفيش حد تاني في مصر هيبقى لابس زيك. وان بيس، الهدوم بتاعت الجنه والموديلات بتاعت الجنه كلها وان بيس، كلها وان بيس، لان هي تنوع زي ما قلنا. الثمار بتاعت الجنه اصلا متنوعه في الطعم، فكذلك الموديلات اللي طالعه من الاشجار متنوعه، والنسج بتاعها حرير. فانتوا تخيلوا الموديلات، غير ان الجنه مش موديلات هدوم بس يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء ملابس من عند الروم والصحابه بصوا كده للحرير اللي جاي، فالصحابه يعني قلوبهم اخذت، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم اتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنه خير من هذا. يعني ايه مناديل؟ يعني منديل، يعني ايه منديل؟ هي الجنه فيها مناديل؟ هي الجنه فيها احذيه؟
هي الجنة فيها تيجان بتتلبس على الرؤوس، هي الجنة فيها أنواع هدوم متنوعة، وهي الجنة يا أخوانا يعني معناها أن الجنة دي فيها تنوعات باهرة من الهدوم، من الملابس، من الموديلات، من الأزياء. كل ده بيوجه قلوبنا ان احنا نبدأ نعيش. يعني ايه جنة يا جماعة؟ يعني ايه جنة؟ يعني ايه نعيم الجنة؟ يعني ايه جمال الجنة؟ يعني ايه روعة الجنة؟ الجنة دي ما هيش ببلاش. ممكن واحد دلوقتي قاعد بيتفرج علينا هو بيحب مثلا ايه، يعني إيه اكتر حاجة بيحبها ان يبقى مراته جميلة، فده اكتر حاجة ممكن تأثر في قلبه جمال زوجته في الجنة. ممكن واحد بيحب الاكل والشرب قوي، اكتر حاجة تأثر فيه الاكل والشرب. كل نعيم انت قلبك هيموت عليه في الدنيا موجود بفائض وبفرة في الجنة. يعني ان الانسان يدرك الجنة دي يا اخوانا بالمنظر ده يا اخوانا مش حاجة كده ربنا عملها للبطلين. الجنة مش مناخ للبطلين. الجنة يعني مش معمولة والفردوس الاعلى للي بيناموا طول الليل وما فيش حاجة عندهم اسمها قيام ليل او صيام او عبادة او جلسات ضحى او ذكر او دعوة الى الله او تلاوة قرآن او حفظ قرآن او صحبة صالحة او نصر دين الله او كلمة حق في وجه ظالم. الجنة عشان اللي بيعبدوا ربنا، واللي بيعبدوا ربنا صح، واللي مجتهدين في عبادة ربنا صح، واللي عايزين يوصلوا لعبادة ربنا. كل اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة دي نعيم مادي في الجنة، انما احنا لسه ما اتكلمناش عن او يعني في حلقات اخرى نعيم الفردوس الاعلى. طب نعيم زي ما كنا المرات اللي فاتت، في نعيم روحاني في الجنه، في نعيم نفسي، في نعيم اول يوم في الجنه، في نعيم النظر لوجه الله اعلى نعيم على الاطلاق الجنه. يعني من الايات اللي بتاثر فيها جدا قول الله ونسوق يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. فالمفسرين كلهم دورت في التفسير لقيت ان كل من بحثت في كلامه ما قالش ان هم هيشوفوا ربنا يوم القيامه، امال قال ايه؟ قال ان هم يروحوا الجنة. فحتى فكر طب هيروحوا الجنة، طب ربنا كان قال يوم نحشر المتقين الى الجنة وفدة، طب ليه الى الرحمن؟ لانه هم بالنسبة لهم الاعظم من الجنة هو النظر لوجه الله. هم داخلين الجنة مشتاقين مش عشان نعيمها بس، عشان النظر لوجه الله. اللي في الجنة مشتاقين للنظر لوجه الله. مهاجر الى ربي من الكلمات اللي اثرت في قلبي قوي وانا بقراها في يعني في القران. مهاجر الى ربي، وقال اني مهاجر الى ربي. انا هفضل الف في الدنيا لحد ما الاقي مكان اعرف اعبد فيه ربنا. انا هفضل الف في الدنيا لحد ما الاقي ناس تستجيب لدعوه ربنا واعيش وسط بيئه ايمانيه الحق فيها بالصالحين. انا هفضل الف في الدنيا ماليش وطن غير الوطن اللي هعرف اعبد فيه ربنا، ماليش مكان اتنس بيه غير المكان اللي قلبي هيتوصل فيه بربنا. كلام عالي يا جماعه، كلام عالي قوي قوي قوي. اللي عايز الجنة يقبل على القرآن، اللي عايز الجنة يقبل على التوبة، اللي عايز الجنة تقوم تتوضى وتصلي ركعتين توبة تتوب فيهم لربنا من أي معصية عملتها، لعل ربنا يجعلنا من أهل الجنة، لعل ربنا يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. يعني كنا عايشين النهاردة مع بعض ملامح النعيم المادي في الجنة، ودي ملامح بسيطة جدا، ولكن لسه بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ايه ان شاء الله في مفاجآت عن النعيم بتاع الجنة طول ما احنا ماشيين مع بعض، زي المفاجآت اللي هتحصل لنا في الجنة كده كل ما نشوف نوع من انواع النعيم. اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى، اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى، اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى، اللهم اجعلنا من اهل الجنة، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم أقمنا على مرادك منا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.